يلبس الشف فتطلع عنده، وكذلك الدفرنس سبستان. بالنسبة للانديوسابل ارتكاريا جينيتك اور اكواير، هسه لما شفتوا كل اللي ذكرناه اكو جينيتك كوز الحقيقة، يعني هسه سولار ارتكاريا، ليش انا عندي فرضا سولار ارتكاريا واخويا او صديقي ما عنده؟ نتيجة اكو في الجينيتك بروبلم عندي، وذن كلن اكو في السبيسيفيك جين مسوي لهم هم ايدنتيفيكيشن، ولكن هذا حقيقة مو شغلنا احنا هسه كمحاضرة ما ندخل بهاي التفاصيل. بالنسبة للدكتور دكتورة بنين سألت شنو الاختلاف بين الكونتاكت درماتيتس والكونتاكت ارتكاريا؟ طبعا الاختلاف اعود واكرر انه اهم شيء بالكلينيكال اكزامينيشن. احنا المفروض لو ماخذين او نتذكر محاضرة البرايمري والسكندري سكن ليجن، الدرماتيتس او الاكزيما ان شاء الله راح تكون محاضرتكم الجاية. السكن مانيفستيشن تختلف عن الارتكاريا، قلنا انه ارتكاريا لما تجي مصطلح ارتكاريا ببالك كون اكو ويل، والويل عباره عن سولينج وارثيما. فانا لما قلت لكم كونتاكت ارتكاريا معناه هذا المريض اجت لفد ماده صارت بها كونتاكت، وهاي الماده سوت له سولينج وارثيما يعني ويل، فهاي معناها كونتاكت ارتكاريا. اما ابو الكونتاكت درماتيتس ما يجيني swelling، ما يجيني ويل، إنما راح يجيني الرثيمة ويجيني fissuring ووزنج حسب الستيج مالت الأكزيما الصايرة عدة أو الدرماتيتس. إذا أكيوت يجي المريض الرثيمة ويجي physical، أما إذا كرونيك يجي المريض عبارة عن oozing ويجي عبارة عن redness وfissuring of the skin حسب الستيج مالت الدرماتيتس أو الأكزيما. هذا نسميها contact dermatitis. ماكو contact dermatitis تجيك ويل نذر أذر. الويل هي specific للأرتكاريا، تسمع ويل تفكر أول شيء بالأرتكاريا. وحتى الديزيز اللي تسوي ويل هي ضمن كوزات مالت الأرتكاريا. الأرتكاريا عرفنا الباثوجينيسس، بس هسه راح ناخذ تايب من الأرتكاريا الانسكت تسوي اللي هو البابيولار ارتكاريا. هاي البابيولار ارتكاريا صح الانسكت اجت بس سوت له ويل، يدخل ضمن التايبات مات الارتكاريا. عاشتي الدكتورة بنيا. هسه راح نجي عفو دكتور احنا مو هسه قلنا هذا كونتاكت ارتكاريا يعني مثلا هاي السبستانس او الكيميكال عنده سنسيتيفيتي لها، زين ممكن يعني هي سيستميك يعني مثلا اذا بلع هذا الفود او شيء يصير عنده سنسيتيفيتي. سؤال كلش مهم، هذا المريض احنا ليش نسوي دكتور الفحص هذا البريك تيست اللي يشوفه بالصوره الثانيه المريض حاطين عليه مجموعه مواد، ولو شوف هسه الصوره هو المريض اجاني من اللاتكس خوش بس كم مادة طلعت عدة بوزيتيف. أوكي طبعا هاي الصورة ما تلبكتس مو نفس الصورة ما تلمريض، بس الفكرة هو المريض يجيك من مادة واحدة، أنا راح أسوي له تيست العشر مواد. ليش؟ لأن هذا المريض عادة عنده سنسيتيفيتي من عدة مواد، قد أنا أمنعه من مادة واحدة خوش ويروح يبلع لي هاي المادة، يفتهم هو نتيجة أنا قد الصوت بي أنا ما فهمته إنه هاي المادة ترى هي مو بس إذا كونتاكت على يور سكن راح أسوي لك الأرتكاريا، إذا نفسها بلعتها أسوي لك أرتكاريا. واضح؟ يعني أعطيك مثال، أكو عندنا رير كيسز عندهم حساسية من الهستامين التوبيكال، واضح؟ ذولا نتيجة جينيتك بروبلم. أكو بأمريكا وبأوروبا يبيعون عصارات مات ألرمين، طبعا إحنا بالعراق ما ندخلها، واضح؟ هذول يحط العصارة صار عنده أرتكاريا. احنا مو قلنا الهستامين هو الميجر رول والعلاج مات الارتكاريا اهم شيء الانتي هستامين. اكو عندنا رير كيسز يصير عندهم ارتكاريا من الانتي هستامين، ذولا رير مو شغلنا، بس انطيك مثال. بس هذا لما يحط عصارة الالارمين تصير عنده ارتكاريا، هذا المريض المفروض افهمه ترى مو بس التوبيكال الارمين يسوي لك المشكلة، حتى السيستميك يسوي لك المشكلة، وانا هاي انقذ حياته. لان هذا المريض أكثرهم لما يصير عنده أليرجي بالمستقبل يروح يشتري من أي صيدلية ألرمين ويبلعه، وهذا باي هاند ينطو الصيادلة، واضح؟ مجرد يبلع له حباية وحتى يديد هذا المريض. فالمادة اللي هي تطلع عنده توبيكال عنده أليرجي كون أفهمه ترى السيستميك مالتها يسوي مور سيفير أليرجي توصل لحد الديث.
واضح دكتور حسين وعشت ايدك على السؤال. واضح دكتور زين. يعني دكتور هذا ابو الاكواجينيك ارتكاريا يعني اذا اشرب ماء هم يصير به شيء؟ الاكواجينيك ارتكاريا الحقيقه فقط ككونتاكت تختلف الباثوجينيس مالتها، هم لحد الان يعني مو لما يشرب ماء يصير، اذا اجى الماء ان كونتاكت وذ ذا سكن. لذلك هسه لو شوفه دكتور قلنا ضمن التعريف اذا دمع المريض مكان الدمع لما ينزل على الجلد يصير عده، فلا تعمم هاي القاعده لكل التايبات. الاكواجينك حاله خاصه اذا المي طخ الجلد. واضح؟ تمام دكتور واضح، شكرا جزيلا. عشتي لك يا دكتور حسين. نجي للبروفوكينج فاكتور، ذن البروفوكينج فاكتور مجرد تطلعوا عليها لا تحفظوهن، لان ماني بروفوكينج فاكتور لو شوفوهن انواع الفود، ولكن احنا اللي نركز عليه بالاستشاريه انه السبايسي فود، يعني الفود اللي ببهارات زايده. البيض كلش مهم، مرات يجونا اطفال مجرد ما كله بيضه صاير عنده ارتكاريا. السمك من الاسباب خاصه بالالدرلي يسوي ارتكاريا. الستروبري الفراوله من الامور المهمه. واضح؟ الملك والبرودكت مو كلش نركز عليهن، اللي نركز عليهن كاكلات هو السبايسي فود البهارات السمك البيض والفراوله، ذني اهم شيء كاكل. يعني الفود اديتيف يجونا بالاطفال، ذني سوالف الكبس العصائر النوعيه الرخيصه اللي بيها عاده اصباغ بيها مواد حافظه يجون عندهم ارتكاريا من ذني. الدراجات اهم شيء عندها الامور اللي يسوي اكتيفيشن وستيميوليشن للماستر اللي هو اهم واحد الاسبرين والنون ستيرويدال، وقلنا الاوبييد كوداين مورفين، وذني كلش دينجرس. يعني اذا المريض طلع عنده كون احذر اهله. ليش؟ لان المريض قد بالمستقبل صار كبير بالسن وصار عنده فرضا انجينا ام اي، واللي مداومين طوارئ يدرون انه احنا انجينا ام اي اول شيء كبين كيلر انطيه لو مورفين لو بيثيدين. فكون افهم عائلته اللي راح ياخذون الطوارئ اقول له ترى هذا عنده حساسيه من ادويه مضادات الوجع واكتب له اياه واكبس له اياه وخليها دائما بجيبه ياخذها وياه لما يروح للطوارئ، وانطي نسخه لعائلته على مود اذا انغمى على المريض شيء يفهمون اكو ذني مجموعه دراجات ممنوعه على المريض ياخذها. هذا اذا ابرا اخذ وحده مورفين هو جاي لك انجينا ومغمى عليه وانت ما تفهم عائلته ودخلوه وانطوه سيسي واحد مالت مورفين يديد المريض والنوبة هو بدل ما احنا حارين بالانجينا راح ندخل بانجيو اوديما ولارنجيو اوديما ويديد المريض من السفوكيشن. الطلاع معروف يجون جماعة الحساسية فترة الطلاع مات الاشجار يجون، يعني البولن يعتبر كاليرجين وستيمولس للماسيال. Many type of infection اللي نشوفه بالاستشارية الكومن جماعة الأبر ريسبيراتوري تراك انفكشن وجماعة اليو تي اي خاصة بالفيميل يجون الستيمولس مات الارتكاريا هو ذن الكوزات. Psychological factor قبل شوية احدى الطبيبات سألت انه psychological stress يعتبر ككوز للارتكاريا. نعم يعتبر، بالكولينرجيك ارتكاريا بشكل خاص ايضا يعتبر كستيمولوس. سيرتن سيستميك ديزيز ذني كلهن مو للحفظ، مجرد انت تخلي ببالك لما تشوف كيس ارتكاريا ابدي بالكمن اول شيء بالفود، ابدي بسوالف الانفكشن وراها امشي شويه شويه. اذا كل ذني الامور ما عدى المريض ابدي فكر بالسيستميك ديزيز. مرات يجينا اس ال اي هو عنده ارتكاريا، مرات الحقيقة عنده مالجنانسي. صور كيس يجيك ارتكاريا elderly ويجيك ارتكاريا ماكو اي predisposing factor بشكل بسيط بس دسه ESR ومن الهستري هو بادي عنده weight loss بادي عنده night sweating، هذا فكر احتمال عنده مالجنانسي. مجرد دسه ESR تلقى ESR elevated فكوزمات الارتكاريا هو الجنانسي. فمن systemic disease ومهما يكون هاي كل الكوزات اللي أخذناها تمثل 50% من المرضى مهما سويت investigation مهما أخذت history الكوز يبقى idiopathic ما يعرفوه. نجي البابولار أرتكاريا، طبعا هذا آخر نوع من أنواع الأرتكاريا اسمه البابولار أرتكاريا. من اسمه يجين المريض السكين ليجن هو صح ويل بس على شكل كأنه بابيول وبيها سبيسيفيك تايب. هسا واحد يقول لي انت قبل شوية شرحت لنا بالكولينرجيك ارتكاريا هم قلت انها تشبه البابيول، الفرق بيها بالسنترال بانكتم. خل نجي للصور وتالي نفهم الشغلة. لو شوفوا لي هاي الصورة
وتركز لي تلقى اكو بابيولار ويل ولكن بالنص اكو نقطه كانه هيموراجيك كراست. البابيولار ارتيكاريا الموست كومن كوز هو الانسكت بايت، وهذا التايب فيري كومن نشوفه بالاستشاريه بشكل مو طبيعي خاصه بالمناطق الريفيه. شلون ادجنزها؟ شلون افرق عن الكولينرجيك ارتيكاريا؟ اول تفريق العمر يلعب دوره المهم. دول عاده يجون اطفال، لو تشوفون هسه هاي الصوره عاده بابيولار ارتيكاريا ما شايف انا خلال وجودي بالاستشاريه الجلديه ما شايف بابيولار ارتيكاريا يجينا كبار الا ما ندر. خوش يجينا عاده اطفال. الشغله الثانيه بالكلينيكال لما نتفحصها تلقى اكو بابيولار ويل وتلقى بالنص اكو بانكتم. البانكتم قلنا هاي هسه لو تشوف بهاي الصوره تلقى كل ويل بالنص مالتها اكو كانه هيموراجيك كراست، كانه فد ريد سبوت. هاي يسموها بانكتم. مثل ما قلنا هو الموست كومن كوز انسكت بايت، والحقيقه هاي البانكتم مكان الثقب مات النيدل مات الانسكت. هاي فكره البانكتم مالتها. نرجع للتعريف. It is a specific type occur most commonly in children and represent excessive allergic reaction to insect bite. الage عرفنا عادة الأطفال من سنة ونص إلى سنتين، ويبقى كم سنة وراها يروح. وعادة هاي مهمة النقطة، من ضمن الأمور اللي أشخص بيها إنه أشوفها بالإكسبوز سايد. عادة إحنا بالاستشارية شو نسوي؟ إذا يجينا يعني أبي الطفل ويراوينا الطفل ويطلع لي إيده ورجله، أول شيء أقول له أفتح لي بطنه. البطن عادة هي closed، ماكو واحد ينوم ابنه أو بنته والبطن طالعة ما عليها ملابس. أما عادي يبقون إيديهم ورجليهم إنه إكسبوز، فتيجي الإنسكت تقرصه. فأنا على مود بس أتأكد أقول له طلع لي بطنه. إذا شفت البطن فري فهي إنسكت بايت واضحة. عادة يجون لو إيدين لو رجلين أو الوجه، ثلاث أماكن هي المهمة اللي هي الإكسبوز بارت. كلينيكلي مثل ما شرحنا انه المريض تلقى عنده بابيولار ارتيكاريال ليجن وتلقى بالنص بانكتم، والصور واضحات شرحناها. اكو تايب من الارتيكاريا، هذا التايب يسموه ارتيكاريال فاسكولايتس. هذا very important to differentiate، وهسه ان شاء الله راح نشرح النقاط، واريد واحد من الزملاء يشرح لي اياها يفرق لي بين هاي الارتيكاريا والأوردينري أرتيكاريا. أول شيء الكوز مالتها إميون كومبلكس ديزيز، مو مثل اللي شرحنا بالأرتيكاريا أكو إميونولوجيكال وإنديوسابل، هاي فقط إميون كومبلكس. الفروقات كالآتي، إحنا عرفنا بالأوردينري أرتيكاريا الويل أكثر عادة أقل من 24 أور، أما بالأرتيكاريا الفاسكولايتس الويل تستمر أكثر من 24 أور. ثاني شغلة الويل بالأوردينري أرتيكاريا عادة الويل مو تندر ولا بينفل. المريض بالأوردينري أرتيكاريا قل لك دكتور أنا تحكني، بس ما يقل لك توجعني. نيفر أفر أوردينري أرتيكاريا يجيك تندر أو بينفل. أما بالأرتيكاريا الفاسكولايتس نادرا ما يقل لك المريض هاي السكن ليجين تحكني، يجي يقل لك دكتور هاي توجعني لما أضغط عليها يعني الصل عليها. عادة المناطق مالتها لو تتذكرون بالأوردينري أرتيكاريا different site of the body ويجيني generalize، أما هذا عادة باللور extremities أكثر من الأبر extremities. ما نلقى arterial vasculitis بالأبدومن أو بالباك أو بالفيس. عادة الarterial vasculitis associated with systemic symptom joint pain, fever, malaise. أما الأوردينري أرتيكاريا usually not associated with systemic symptom rarely إلا الكوز مالتها بي systemic symptom. يعني فرضا ordinary urticaria نتيجة upper respiratory tract infection، فتجينا الارتيكاريا بيها symptom نتيجة upper respiratory tract infection. وعادة الارتيكاريال vasculitis لما يصير resolution للليجن راح تبقى آثار ما to bruising أو hyperpigmentation. أما بالأوردينري أرتيكاريا never ever تترك مارك، لا بروزينج ولا هايبر بيجمنتيشن. ذني خمس نقاط نفرق بين الأرتيكاريال فاسكولايتس وبين الأوردينري أرتيكاريا. هسه نشوف الصورة ووراها أريد واحد من الزملاء
يقل الفروقات، يعدد لي ذني الخمس نقاط شرح باللغة العربية، مجرد نفتهم الفروقات، بس أريد يشوفوا الصورة قبل ما نسأل. لو شوف الصورة الأولى واضح أكو ويل موجود، بالصورة B لما يصير resolution عاف هايبر بيجمنتيشن، بالصورة C another patient اللي هو موجود نفسه بالصورة D لما صار resolution عافة بروز، والبروز واضح أكو blue hue وأكو yellow hue. فأما يترك لي بروز لايك أو يترك لي الهايبر بيجمنتيشن. وهاي صورة ثانية، هاي المريض عنده recurrent attack of arterial vasculitis، فالصوفون الشوفون بالإنر أريا باقي بس الهايبر بيجمنتيشن، أما باللاترال سايد مات الثاي موجود عندي نيو ويل. فهسه أريد واحد من الزملاء خلنا نختار، إذا اللي اختارينا يجاوب إلى درجتين على الكويز. دكتور بلد دكتور جاوب أول شيء، خلنا نشوف دكتور تقى إذا ما جاوبت حضرتك جاوبنا. دكتورة توقع جاسم، يمكن دكتورة توقع تقدرين تعطيني بس خمس نقاط فروقات بين الارتيكاريال فاسكولايتس والاورديناري ارتيكاريا. ها دكتورة توقع تقدرين تجاوبينا؟ دكتور محمد تفضل حضرتك جاوب لي، اعطيني ملخص بسيط. دكتور اول شيء تكون هي تايب 3 كومبلكس، يعني تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي اميون كومبلكس، بينما الدكتور الاوردينري تكون تايب 1. الاغلبيه تايب 1، اي تايب 1 يعني ماستيا الهايبر سنسيتيفيتي مال الهيستامين، يعني اي جي تكون عاده، اما الكومبلكس يجي نتيجه الارجين واي جي جي. دكتور هاي النقطه الاولى. دكتور بالنسبه للوقت تكون الوين يبقى اكثر من 24 ساعه. عاشت لك. اما الاوردينري، الاوردينري خلال يوم واحد يعني يختفي تقريبا، كنت تختفي ما تعبر كنت تختفي. نعم دكتور واضح. تكون دكتور تندر وبينفول، حلو بال اسمه الفاسكولايتس، اما هناك نوت تندر، نوت تندر. دكتور دائما انه اسوشيتد ويا يعني سيستميك يعني مانيفستيشن هنا بالفاسكولايتس. دكتور تبقى بروزنج اور هايبر بيجمنتيشن يعني يبقى بها، بينما بالاوردينال ارتيكيولا لا يختفن اذا يعني بالعلاج وشي. واضح. دكتور اكثر شيء يصير باللور لم او الابر لم. عاشت ايدك. أنا بالفاسكولاتس. عاشتي لك دكتور محمد. فهس لحد الآن باقي الدكاترة أكو أحد عنده سؤال؟ إحنا كأرتيكاريا كتايبات خلصناها، هو هذا أهم شيء بهاي المحاضرة، إنه نعرف التايبات وكل تايب يصير عندي تصور وشنو السبب مالتها. باقي المحاضر مجرد أمور إذا افتهمناها، هذا الباقي كله راح يعني فد أمور من اللي افتهمناها. أكو أحد عنده سؤال؟ بالنسبة للإنفستيجيشن فشي كلش بسيط، الأمور الكوز اللي ذكرناها أبر ريسبيراتوري تراك إنفكشن، UTI، أي كوز أنا ببالي إنه مالجنانسي، سيستميك ديزيز، أو فرضا الكونتاكت أرتيكيري حجينا السكين تيست مالتهن، أي كوز أنا ببالي طبعا أبدي من السمبل، أنا من الهستري أنا راح أعرف أوصل للكوز وأسوي الانفستيجيشن according to the history and examination. يعني مو أي مريض أنا أدزه هاي لستة الانفستيجيشن كلها حسب الهيستوري. مثل ما ذكرت لكم مثال، مريض يجيني elderly عدى new onset of urticaria عدى weight loss عدى night sweating، أنا أفكر أول شيء أحط ببالي هذا malignancy، فأدزه investigation of malignancy. أول شيء أدزه ESR، إذا فرضا عدى another symptom مات malignancy specific investigation فرضاً MRI CT scan اللي متوجه من الهستر والإكزامينيشن، أخذت هذا الملجنسي أدز الانفستيجيشن specific إلى. فرضاً طفل يجيني عدة قحة ونشلة وهاي الأمور البسيطة وعدة أرتيكاري، ما أحتاج أسوي له، قد أحتاج مجرد chest X-ray عمود أتأكد هذا chest infection or not، وعلى أغلب الأحيان مجرد نعتمد على الهستر والإكزامينيشن وما ندز أي investigation. فمو أي مريض ندز لستة الانفستيجيشن هاي according to the history and examination.
differential diagnosis, any skin lesion that may be presented with erythema, احنا نكون نحطها ضمن differential diagnosis. وهذا مو فشي مهم، انه مجرد فروقات تكون تعرف انه انت الارتكاريا دائما ويل، اما باقي الامور تجينا على شكل fixed erythema، تجينا وياها بولس، ماكو ارتكاريا تجيك بولس. لذلك ثاني سلايد ركزنا الفرق بين البولس وبين الارتكاريا الويل اللي هو. فذني differential diagnosis بس حقيقة بعيدات، اذا افتهمت انه الارتكاريا primary skin lesion مالتها الويل اللي هو عبارة عن swelling with erythema، ما تقدر تشتبه بين ذني. التريتمنت اهم خطوة بالتريتمنت انه avoid the precipitating factor. يعني انا مو معقولة طفل يجيني ارتكاريا وانا من الهستيريا عرفت انه الكوز مات الفود اديتيف، انا انطي انتي هستامين ولكن انا بقي المريض على الفود اللي قاعد ياخذه. فاول شيء يكون ستوب للبريسبيتيتنج فاكتور. البريسبيتيتنج فاكتور محدد لكم ياهن، ما يحتاج حفظ، مجرد تطلعوا عليهن. واحد بس يكون يعرف الكحول الدرينك يسوي ترى ستيمولاس، دايركت ستيمولاس للماسيل، مجموعة أكلات تسوي ستيمولاس للماستيل، مو للحفظ، مجرد إنه واحد يفتهم أكو ذني أمور تسوي ستيمولاس للماستيل. First line of treatment. The first line of treatment. بالنسبة للدكتورة فاطمة تقول what provoking factor for vasculitic articaria أو arterial vasculitis. طبعا arterial vasculitis mostly due to systemic cause، ما تجينا idiopathic. وعادة المريض أما عند systemic disease اللي نشوفهم بالاستشارية غالبا يجون أما نتيجة SLE فد chronic disease، يجون نتيجة malignancy، دول جزء وجزء لا، يجون نتيجة specific allergen، ما أخذ دواء ناقل دم، يعني محتاج دم وناقلين بطل دم، يجينا arterial vasculitis. ما عندنا arterial vasculitis تجينا نتيجة simple cause. الarterial vasculitis نتيجة specific allergen أو نتيجة systemic cause. أما المريض مستخدم له دواء وهذا الدواء مسوي له arterial vasculitis أو يجينا systemic disease، اللي نشوفهم بالاستشارية يجونا فرضا SLE وعنده arterial vasculitis. واضح دكتورة فاطمة؟ دكتورة بنين؟ دكتورة بنين نقول أحيانا لما نتعرض للبرد أو الماء البارد بالشتاء تبرز بسيطة الشعر بدون أي تغيرات على البشرة. طبعا إحنا المفروض أخذنا أول محاضرة Anatomy and Physiology of Skin، عرفنا أكو مصل يسموها الإركتر بيلي مصل. هاي المصل مكمشة بالهير فوليكل. هاي المصل لما يديها ستيمولاس خارجي مثل برودة راح يصير بيها كونتراكشن. لما يصير بيها كونتراكشن، راح تبرد البويصلة، فيسموه جوز سكن، مثل الجلد مالت الوزة لما يوخرون الريش مالتها أو الدجاجة لما يوخرون الريش مالتها، راح يصير هذه البروزات بالسكن. هاي الحقيقة السبب بالهيومن إنه لما يتعرض البرد يصير عنده هذا البروز بالشعيرات بدون الرثيمة بدون أي شيء، هو نتيجة الكونتراكشن أوف الإركتر بلي مصل اللي هي السموث مصل المسؤولة عن حركة الهير فوليكل. بالنسبة للدكتورة بنين سؤالها واضح؟ واضح. بالنسبة للدكتورة إيلاف بس حضرتش الصوت من قطع، باقي الزملاء عندهم رجع الصوت عيني دكتورة إيلاف؟ واضح الصوت دكتورة يمي. واضح، احتمال المشكلة من يم دكتورة إيلاف. واضح، هسه نكمل. مجرد أريد أفهمكم line of treatment. أهم line of treatment مثل ما قلنا إنه الهستامين هو أهم سبب للأرتكارية، فأهم علاج للأرتكارية هو الأنتيهستامين. واضح؟ هاي الصور مجرد أريد أفهمكم، ما مطلوبات، مجرد أريد تفهمون الأنتيهستامين شن هو والهستامين رسبتر شن هو. الانتيهستامين دراج، هنا دراجات يسمون بلوكيج للهستامين ريسبتر. الانسان بي اربع تايبات من الهستامين ريسبتر، تايب 1 و 2 و 3 و 4. بالنسبه الجلديه
النوع الثالث والرابع ما يهمنا، يشتغلن اكثر شيء على النيورو ما اهتم بيهن. كسكن اريد التايب الاول والثاني. الحقيقة التايب الاول والثاني موجودات بعدة مناطق، شوفوهن بالصورة، ما مطلوبات انه تحفظوهن، بس مجرد على مود نفتهم السايد افكت مات الانتيستامين ليش قاعد يصير. انا هدفي بالانتيستامين اريد اسيطر على الفازو دايليتيشن اللي قاعد يصير عندي بالبلد فيزل، فلذلك انا انطي انتيستامين هدفي البلد فيزل. ولكن الاتش 1 ريسبتر والاتش 2 ريسبتر ما موجود فقط بالبلد فيزل، لو تشوفونه من الصوره موجود بالهارت وموجود باللنج وموجود بعده اورجان. فلذلك لما تنطي انتيستامين راح يصير عندي سايد افكت، صح راح يفيدني بالتريتمنت مالت الارتيكاريا ولكن راح يصير عندي سايد افكت، والسايد افكت راح تاخذوها ما مطلوبه منكم، بس مجرد اريدكم يصير عندكم ببالكم لما يصير عندكم مريض بالبيت او انت بالمستقبل تفتهم ويصير عندك واضح ليش قاعد يصير عندي سايد افكت من الانتيستامين. لان الاتش ريسبتر الهستامين ريسبتر ما موجود فقط بالبلد فيزل، موجود بعده اورجان، فانت لما انت تدرج راح الدرج يشتغل على كل ذني الاورجان فيسوي لي سايد افكت. هاي الصوره ايضا ما مطلوبه، مجرد تراويكم السايد افكت مات الانتيستامين. لو شوف كل اورجان اللي انت بالصوره الاولى المفروض انتبهت انه اكو عندي هستامين ريسبتر بالهارت، عندي بالبلد فيزل، عندي بالبرين، عندي بالمسكولار سيستم، فكل مكان راح يشتغل انتيستامين راح يسوي بلوكج الهستامين ريسبتر ولذلك راح يصير عندي سايد افكت. بالنسبة لدكتور ياسر، الأوردينر شلون تطلع بالجسم؟ شنو العامل اللي يخليها تطلع؟ دكتور احنا المفروض يعني شرحنا بالباثو جينيسيس، عندنا قلنا immunological mechanism و non-immunological mechanism، يعني هاي كل هالأمور هي تسوي للأوردينري أرتيكاريا. أوردينري أرتيكاريا تشمل كل التايبات ما عدا الأرتيكاريا الباسكولايتس، هاي كلها نسميها أوردينري أرتيكاريا، واضح؟ اما الفيزيكال قلنا اكو عامل محدد، يعني الفيزيكال ارتيكاريا اكو فد عامل عرفناه، سولار من الشمس، اكواجينيك من الفلويد اللي هو سواء ووتر تير، واضح دكتور ياسر؟ عاشتي دكتور. هسه هاي قلت لكم مجرد هاي الصور على مود لما هسه انت يعني فرضا عندنا فد كومن بروبلم، لما ننطي الارمين اللي هو واي نستخدمه، المريض يجي دكتور انا ابني عنده امتحانات وانت انطيته الارمين ودكتور سطرته وقام ما يقرا وبس نايم، واضح؟ زين انت هسه شلون تفهم المريض ليش قاعد يصير عندي هذا اللي يسموها الديكريز بالالرتنس والسليبنس؟ الحقيقه يصير لان الالارمين اتش 1 انتيستامين يعبر البلد برين بارير، يروح للبرين، بالبرين عندنا اتش 1 هيستامين ريسبتر وراح يشتغل عليه، وضمن الإفكت مات راح يسوي سليبنس. فهاي الأمور كون نعرفها. وطبعا أسا أكو درجات مات انتيستامين أكو بيها عدة تايبات، قسم تعبر قسم ما تعبر. بالنسبة للدكتور سجاد بس حضرتك انقطع عندك الصوت، لو باقي الزملاء هم انقطع الصوت. دكتور حسين واضح الصوت؟ واضح دكتور يامي، عاشتيكم. ترى هي المحاضرة نهايتها، يعني هاي بس التريتمنت وراح نخلص، مجرد انا اريد تكون فكره يعني على مود ما نقراها بس نحفظ، يعني بس كصور كسايد افكت كله ما مطلوب، خليت الصور على مود بس تصير عندنا فكره. الكلاسيفيكيشن اوف اتش 1 انتيستامين ما مطلوب منكم، بس اريد تصير عندكم فكره انه العلماء طوروا تو تايب اوف انتيستامين. بالبدايه بدأوا بالتايب 1 اللي هو كان يسوي لنا السليبنس، يعبر لنا على البلد برين بارير ويسوي هاي السايد افكت. هسه طوروا نيو تايب اوف انتيستامين اللي ما تعبر للبلد برين بارير. فانا مرات يجيني كيس ارتيكاريا بس يقول لي دكتور انا ترى عندي امتحانات، دكتور انا عندي شغل، فبعد ما انطي الفيرست جينيريشن اللي تعبر للبلد برين بارير وتنوم للمريض، اعطي لي نيو جينيريشن فرضا اللوراتيدين الدسلوراتيدين، واضح؟ فهاي فكرة الكلاسيفيكيشن، وقلت لكم ما مطلوب، مجرد على مود تفتهم ويصير عندك ببالك انه الانتيستامين ترى عندنا عدة تايبات، وانا اقرر حسب المريض مالتي. اكو مريض هنا طفل صغير وعنده ارتيكاريا ومؤذي اهله ومؤذي روحه،
انطي الفيرست جينيريشن انتي هيستامين هم اعالجه وبنفس الوقت ينام هو يرتاح والاهل يرتاحون، واضح؟ اما سكند جينيريشن عاده انطي فرضا طلاب عندهم امتحانات او ناس عندها شغل تريد تطلع، انطي سكند جينيريشن على مود ما يصير عنده سايد افكت. هذا الفيرست لاين بس هنا معدد لكم الانواع، ما مطلوب تعرف، مجرد تصير عندك فكره اكو شيء اسمه H1، وهي صور مالت الالارمين اللي هو الموست كومن والبوبولار انتي هيستامين، وعندنا انواع، عندنا تاب، عندنا سيراب، عندنا انجكشن، حسب الشيء اللي احنا نقرره. مريض فرضا داخل لي بانجيو اديما فاقد الوعي شيء واريد انطي هيستامين، فما انطي تاب لو سيراب، انطي الانجكشن. طفل ما انطي تاب ولا انطي الانجكشن، انطي سيراب، وهكذا. يعني هذا الشيء احنا نقرره حسب عمر المريض، حسب حاله المريض. وقلنا اكل H1 انتي هيستامين بي سيداتيف ونون سيداتيف، وفهمنا النون سيداتيف ننطي للاطفال اللي عندهم امتحانات او بالنسبه للكبار. وهاي صوره عن مثال من السكند جينيريشن اللي يسموها النون سيداتيف، الدسلوراتيدين اللي هو مشهور جدا، وهم عندنا حبوب وعندنا شراب له. الاش 2 بلوكر، هاي ملاحظه مهمه وراح تواجهوها. الاش 2 بلوكر اللي هو لو تتذكرون الصورة اللي عرضتها وقلت لكم احنا عندنا اربع انواع من الهستامين ريسبتر، قلت لكم النوع الثالث والرابع مو مهمات بالنسبة لنا، المهم عندي النوع الاول والثاني. الحقيقة الفكرة الشائعة عند الناس حتى عند بعض الاطباء اللي مو ضمن اختصاص الجلدية انه الاتش 2 خاص بالمعدة، لذلك اغلب ادوية المعدة اللي هي النزانتاك المشهور هو الحقيقة اتش 2 بلوكر، ولكن هو بالحقيقة موجود أيضا بالبلد فيزل، وشافوا العلماء أنه إذا خبطوا H1 و H2 ينطي تأثير أحسن وأسرع مما يطي H1-1، يعني يطي فقط H1 أنتيهستامين. ولذلك إحنا هاي مشكلة، مرات يجيني المريض أنا منطي H1 أنتيهستامين، يجيني المريض ما صار عنده رسبون، بالبداية أكثر له الجرعة هم ما عندي رسبون، الخطوة الثانية انه اسوي له كومباين H1 and H2. لما المريض انطي H2 بلوكر يقرأ زانتاك يقول لي دكتور انا جاي لك حساسية منطيني دواء معدة وحموضة شنو، تعال كنت اشرح له انه هذا الدواء ترى مو يشتغل فقط للمعدة، انه يشتغل ايضا على البلد فيزل، وهذا راح يفيدني بالحساسية. وهاي الحقيقة البروبلم مو بس عند الناس، عند بعض يعني الدكاترة انه ما عنده هاي الفكرة انه الزانتاك صح انه الاتش 2 موجود بالمعدة بس هو موجود بباقي اعضاء الجسم، ولو ترجعون للصورة تلقوه بالبراين موجود، تلقوه بالبلد فيزل، تلقوه بالمسل. فهاي مجرد الفكرة اريد توضح لكم، وشافوا انه اللي ما يستجيب للاتش 1 وحده سوي له كومباين راح يستجيب. خلصنا من الفيرست لاين انتي هيستامين. انا مريض اجاني 6 أسابيع هو عنده أكيوت أرتيكاريا، قاعد أنطي الأنتيهستامين، بالبداية أعطيته الدوز العادية ما استجاب أكثر للدوز، وراها إذا ما استجاب أسوي له كومباين. خلصت 6 أسابيع المريض دخلي بكرونيك، راح أبدي بالسكن لاين أوف تريتمنت أو أبديله بالسكن لاين أوف تريتمنت إذا هو أكيوت ولكن سيفير. إجاني مريض عنده severe presentation generalized urticaria severe itching، ما أبدي بس بالأنتيستامين، كون أسوي له combine أنتيستامين وأبدي بسرعة second line، فرضا أنطي systemic steroid برنزولون، أنطي montelukast اللي هو antilicotrine، أنطي colchicine، أو إذا هو بعد يصير عنده suffocation وخنقة أنطي local epinephrine. واضح؟ بالنسبة للدكتور مصطفى يقول 50% of idiopathic treatment antihistamine as the other. بالنسبة دكتور الإديوباثيك احنا قلنا الارتيكاريا 50% الأسباب اللي ذكرناها و 50% إديوباثيك، دول جماعة الإديوباثيك تبدي وياهم لاينات اوف تريتمنت نفس اللاينات اللي تبدي ويا اللي عندهم كوز، ولكن عادة جماعة الإديوباثيك هم ينقسمون مجموعتين، مجموعة بسرعة راح تستجيب لك ومجموعة تكون resistant للتريتمنت. دول يا جماعة الريزيستنت للتريتمنت كون تبدي بالسكند لاين وبالثيرد لاين، اما اذا انت الكوز تعرفه راح يكون اسرع الاستجابة، لان انت راح تعالج الكوز بنفس الوقت تعالج الارتكاريا. فرضا
طفل يجيك upper respiratory tract infection، انطي antibiotic للupper respiratory tract infection وبنفس الوقت تعطي antihistamine للارتكاريا، فانت بس راح ستوب الكوز، ارتكاريا هي ايضا راح يصير بها ستوبج. واضح؟ عاشتي لك دكتور. فاذا السكند لاين اوف ثيرابي ابدي بيهن، اما كرونيك وما قاعد يستجيب للفيرست لاين اسوي له كومبينيشن فيرست تو سكند لاين، او مريض يجي له سيفير بريزنتيشن هم ابدي له فيرست لاين ولكن اضيف سكند لاين. هاي الصوره حاطت لكم اياها مالت المونتي لوكاس، لان هو الكومن سكند لاين اللي نستخدمه حاليا بالبراكتس هو المونتي لوكاس ابو العشره، نعطي حبايه واحده للمريض لمده 3 اشهر، هذا يسوي ستابلايزيشن للماستيل، يعني يمنع هذا الستيمولاس والديجرانيوليشن المتكرر، يسوينا هو ليكوتراين يشتغل كأنتي ليكوتراين راح يسوينا ستابلايزيشن فور ماستيل. الثيرد لاين ما فات عندي لا الفيرست لاين ولا السكند لاين والمريض كرونيك وسيفير بريزنتيشن، ابدي بالثيرد لاين اوف تريتمنت اللي تشمل انترافينوس اميونوغلوبولين، بلازما فريسز، البلازما فريسز والانترافينوس اميونوغلوبولين تفيدنا بجماعه الاوتو اميون ارتكاريا، يعني الكوز مات اوتو اميون، فالبلازما فريسز هو الحقيقه يدخلون دم المريض بجهاز وهذا الجهاز يطلع لنا الباثوجينيك انتيجين والانتيبادي يطلعهم كلهن وراه نرجع الدم للمريض، فكانه غسلنا الدم مالته من الانتيبادي اللي قاعد يسوي لنا ارتكاريا. سايكلوسبورين فيري كومن وكلش افكتيف حاليا احنا نستخدمه كثيرد لاين تريتمنت بالاستشاريه، لان انترافينوس اميونوغلوبولين بي مشاكل والمريض المفروض مونيتور يلا ننطيه اياه، البلازما فريز ما موجوده عندنا بالعراق، سايكلوسبورين والام تي اكس متوفرات عندنا بالمستشفى وفيري افكتيف حاليا، البحوث تقول السايكلوسبورين كثيرد لاين فيري افكتيف سبيشالي فور اوتو اميون ارتكاريا. خلصنا الارتكاريا لحد هنا، عندنا سؤال على الارتكاريا، باقينا بس سلاين على الانجيو اديمه بس نفتهمها، شنو الانجيو اديمه؟ اكو احد من الزملاء عنده سؤال على الارتكاريا شيء مو واضح نوضحه، سواء يسال صوت او يكتب قبل ما نشرح السلايدين الاخيرات على الانجيو اديمه. تمام، الانجيو اديمه فرق عن الارتكاريا، الارتكاريا قلنا المريض يجيك عند صاير ويل اللي هو اريثيما وسولينج. بالنسبه للانجيو اديما، الانجيو اديما المريض مرات اصلا ما عنده اريثيما ولا عنده ويل، يجيك عنده مجرد سولينج، والسولينج بالسبيسيفيك سايت اما الايليد او اللب اكثر شيء جينيتاليا مناطق معينه بالجسم يجيك مجرد سولينج. الفكرة الفرق بين الارتكاريا والانجيو اديما، الانجيو اديما تكون مور دينجرس، لان الحقيقة السولينج اللي بالارتكاريا يصير عادة الصوت واضح قاعد يوصل واضح دكتور والصورة واضحة الانجيو اديما طالع اقبال انجيو اديما راحت الصورة هسه ترجع الصورة هسه الصورة رجعت اي هسه واضح بس اريد تشوفوا لي هاي الصوره. الانجيو اديما يجيك سولينج، سولينج صاير بالايليد، مرات سولينج صاير باللبس، مرات بالجينيتاليا. ليش الانجيو اديما مور دينجرس ذان ارتكاريا؟ لان الارتكاريا السولينج والاوديما صير بالديرمس مطوب على الديبر تيشيو، فلذلك المريض يجيك صح حكة يجيك خايف من الاسكراج، بس احنا لما نشوف ارتكاريا مطمئنين ما عندنا مشكلة خوش، بس لما نشوف انجيو اديما واحد يلزم قلبه، لان هذا المريض احتمال باي لحظة يطب لك بسوفوكيشن ويبيد المريض، فالانجيو اديما كلش دينجرس، كون تتعامل وياها بحذر وبسرعة.
المشكلة بالأنجو أديمة قلنا أنه الديب أديمة اللي صار بالديب ميوكوزا وبالسبكيوتينيوس تشو، فالمريض يصير عنده لارنجيال أديمة. لو شوفون هاي الصورة، المريض هذا صار عنده أنجو أديمة، ولما نفحصي بالإندوسكوب شايفين عنده لارنجيال أديمة، وهذا المريض بأي لحظة يديد صار عنده كومبليت كلوجر لللارنكس ويصير عنده سوفوكيشن ويموت. فالفيرست لاين تريتمنت بالنسبة للأنجو أديمة، أول شيء إنه المريض تطيء بنفرين أدرينالين، واضح؟ هذا لايف سيفينج ميجر قبل كل علاج تنطيه، لأن هذا يقلل لك هذا الأوديما اللي يصير باللارنجيال أريا وتحمي المريض من أنه يموت موت محقق. الأنجو أديما تعريفه كل هذا شرحناه، إنه involvement of deep mucosa، ذن الأريا اللي حكيت لكم عنها اللارنكس راح يصير بي، وذن الجينيتاليا والميوكوس ممبرين. وعادة ما عنده حكة المريض، مشكلته مو الحكة، مشكلته هاي السولنج اللي قاعد يصير. هاي الصورة والصور اللي وراها ما مطلوبات، مجرد أريد تفتهموا لي شنو اللي قاعد يصير. بالنسبة للأنجو أديما عندنا تو تايب، أما كونجينيتال أو أكوايرد. الأكوايرد نتيجة سيستميك كوزز، أما كونكتيف تيشو ديزيز أو تيومر. والكونجينيتال لا، المريض عنده نقص بمادة معينة. هاي الصور بس أريد تعرفون شنو النقص اللي عنده، وهاي المادة إذا نقصت إيش راح تسوي؟ ما مطلوبة الصورة هاي. أريد تعرفون شغلتين، أكو شيء اسمه الكومبليمنت كاسكيت والكوأجوليشن باثوي، مفروض أنتم أخذين خلال البيسك ستادي. أكو شيء اسمه الكوأجوليشن باثوي وأكو شيء اسمه الكومبليمنت باثوي، لأني مرات أكو ارتباطات بيناتهم. الكومبليمنت باثوي أكو شيء فاكترات يسموها كومبليمنت فاكتر، اللي هنا C1 و2 و3 و4. من الكومبليمنت باثوي إذا إجاني ستيمولس سواء ألرجين أو إنفكشن راح يحفز لي الكومبليمنت باثوي، فيبدأ C1 يتفعل يفعل أخوه C2 تالي C4، وتبدأ تطلع عندنا مجموعة إميون ميدياتر. كشغل كأنجو أديمة ما لي علاقة بكل الإميون ميدياتر، ما عدا إميون ميدياتر مهم بالنسبة لي يسموه البراديكاينين، اللي شوفوه بالصورة صاير هنا كأنه أصفر هالشطوخ على بني BK، هذا براديكاينين. نن الكومبليمنت باثوي الكوأجوليشن باثوي، الكوأجوليشن باثوي تعرفون إذا المريض انجرح إذا أجت شيء يحفز لنا الكوأجوليشن باثوي. والكومبليمنت باثوي قلنا نتيجة انفكشن، نتيجة دراج، ألرجين، أي ألرجين أو كوز ستيمولس خارج راح يفعل لنا الكومبليمنت باثوي. نن التو باثوي لما يتفعلن راح ينتجلي مجموعة إميون ميدياتر اللي اهتم به البراديكاينين. البراديكاينين لما يتفعل بالجسم راح هو يسوي بازودايليتيشن ويسوي سولنج ويسوي أوديما. الله خال للإنسان إنزيم اسمه C1 استريز انهبيتر. نجي للصورة الثانية، شفتوا البراديكاينين إذا تفعل راح يسوي البازودايليتيشن ويسوي البيرميابوليتي وتالي يصير الأوديما. لحد الآن بدأت تصير عندنا أوديما بس لحد الآن ما يلدقري، ما وصلت الأنجو أديمة. رب العالمين خالقنا إنزيم اسمه C1 أستريز إنهيبيتر، هذا يقيس مستوى البراديكاينين بالجسم بالدم. إذا البراديكاينين بدأ يوصل مستوى أكثر من حاجة الجسم، هذا C1 أستريز إنهيبيتر ينطي إشارة نيجاتيف يوقف تصنيع البراديكاينين. واضح؟ فإذا الإنسان عنده مشكلة بالC1 esterase inhibitor اللي هو هذا الإنزيم، وهاي المشكلة congenital، يعني هذا المريض ما قاعد يصنع، جسمه ما بيقابلية يصنع C1 esterase inhibitor، أي stimulus يجي يفعل الكومبليمنت باثوي والكوأجوليشن باثوي ويبدأ البراديكاينين ينتج، هذا ما عنده الإنزيم الكافي على مود يوقف لي البراديكاينين، فالمريض يدخل بأنجو أديمة. هاي فكرة الكونجينيتال أنجو أديمة، ونفسها فكرة الأكواير، ولكن السبب يختلف. بالأكواير أكو سيستميك كوز سواء تيومر أو كونكتيف تيشو ديز أو أنتيبادي قاعد تدمر لي C1 أستريز إنهيبيتر.
أما الكونجينيتال، أما الجسم ما عنده قابلية يصنع كمية كافية من السي 1 أستريز إنهبيتر، أو لا يصنع كمية كافية ولكن الإنزيم ما يشتغل. فأما إنزيم ديسفونكشن تقيسه تلقى كميته كافية بس هو ما يشتغل، أو لا أصلا هو كميته مو كافية. فالكونجينيتال قسموها تو تايب. تايب 1 الجسم ما عنده الإمكانية أن يصنع السي 1 أستريز إنهبيتر. التايب 2 لا يصنع لك كمية كافية من السي 1 أستريز إنهبيتر ولكن هذا السي 1 أستريز إنهبيتر ما يشتغل. فأنت تقيسه بالدم تلقى كميته كافية، واضح؟ فهذا الفرق بين تايب 1 وتايب 2. الأكوايرد، بالنسبة للأكوايرد نفس الفكرة، السي 1 أستريز إنهبيتر كميته مو كافية، ولكن كميته مو كافية مو الجسم مقصر ما عنده قابلية يصنع، لا أكو فد systemic cause قاعد يوخر لي السي 1 أستريز إنهبيتر. أكو specific tumor هي تمتص السي 1 أستريز إنهبيتر وتسوي لها conception، أو لا أكو specific autoimmune disease صنع antibody specific وتدمر لي السي 1 أستريز إنهبيتر. الحد هنا أكو أحد الطلاب، أحد الزملاء الدكاترة يقدر يشرح للباثوجينيسيس باللغة العربية، يقول لي شلون قاعد يصير الانجيو أديمة. طبعا اللي ينسأله ويجاوب يعني إلى درجة مضاعفة. دكتور أحمد حسن الموسوي، دكتور أحمد تقدر هيك بشرح بسيط تشرح للباثوجينيسيس أوف انجيو أديمة؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور أحمد. دكتور عندنا تايب، يعني عندنا الكوجينيتال وعندنا الأكوايرد. عادي. نعم دكتور. الكوجينيتال يعتمد لي على الليفل أوف بريديكاينين. حلو. اللي إذا صعد عندنا إنزيم اسمه سي 1 استريز إنهبيتر. نعم. هو هذا اللي سيطر على مستوى البريديكاينين. عندنا تايبين بالكوجينيتال، يا اما عندنا الجسم ما يقدر يصنع كميه كافيه وهذا نسميه تايب 1، يا اما عندنا التايب 2 عندنا كميه كافيه من السي 1 استريز انهبيتر لكن ما يقوم بعمله، فاقد لوظيفته. عاشتي لك. هذا التايب 2. اما الاكوايرد فعندنا سيستميك اولنس، سيستميك كونديشن بالبيشنت المفقد السي 1 استريز انهبيتر عملها، مثال التيومر، مثال يعني بحيث اي حاله يتعرض لها المريض تؤدي الى ارتفاع البريديكاينين ما يقدر الجسم يسيطر على مستواه وبالتالي يطب لي بحاله الانجيو ادما. عاشتي لك دكتور احمد، ممتاز. شكرا دكتور. اكو احد عنده سؤال لحد الان؟ احنا خلصنا هسه، مجرد راح تشي هاي، بس اريد اختم المحاضره. فهمنا الانجيو اديمه مانيفيستيشن شلون طلعت والباثوجينيسيس، التريجرنج فاكتور اللي حكيناها اي ستيمولاس يجي يسوي لي اكتيفيشن للكومبلمنت باثوي او الكوجوليشن باثوي اللي راح يحفز لي انتاج البراديكاينين هو راح يسوي لي انجيو اديمه. ففرضا واحد ياخذ دراج، اكو مجموعه دراجات خاصه الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتر، لأن هن يسوون استيمولس للإنتاج لبراديكاينين بحد ذاتهن. فإذا هو أصلاً المريض جينيتيكلي ما عنده قابلية يصنع السي 1 أستريز إنهبيتر، أو السي 1 أستريز إنهبيتر مات بمشكلة موجود بكمية كافية ولكن ما يشتغل، أو هو أصلاً عنده تيومر أو أي فد أكوايرد كوز بحيث مسوي لي كونسبشن للسي 1 أستريز، بس أنطي أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم إنهبيتر وارتفع عدي البراديكاينين طب المريض بأنجيو أديمة. اكو انفكشن يسوون تحفيز للكومبلمنت باثوي مثل ما قلت لكم، وايضا يحفز لي صناعه البراديكاينين وهذا الجسم ما عنده قابليه وقف البراديكاينين. التروما اي سيرجري راح تحفز لك الكومبلمنت باثوي والكواجوليشن باثوي، وذن التو باثوي اثنيناتهم يشتركن بالبراديكاينين. ونفس الفكره الاورال كونتراسبتيف بول نفس فكره الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتر. الانفستيجيشن كل السهلات، انت هدفك الرئيسي تقيس عند هذا المريض عنده كميه كافيه، عنده انتيبادي اذا اكوايرد كوز، عنده انتيبادي قاعد يدمر السي 1 استريز انهبيتر، وعندنا سي 4 يعتبر كسكرينينج تيست.
لان هو مرتبط بالسي 1 استريز انهبيتر. اذا سي 1 استريز انهبيتر المريض ما عنده السي 4 يصير عالي، لان لو ترجع للمخطط وهذا ما مطلوب منك بس مجرد على متفتهم بدون واحد يدرك يعني بالكومبلمنت باث واي، السي 1 استريز انهبيتر صاير فوق السي 1 والسي 2 والسي 4. فإذا الإنزيم ما قاعد يشتغل ذني راح يتجمع بالدم، لأن ما قاعد الإنزيم ما يسوي لهم conversion، فيصير مستواهم بالدم عالي. فأنا عادة بالاستشارية إذا شفنا مريض أنجيو أديمة وشكينا به بسرعة أدز السي 4 تيست، لما أقيس السي 4 وطلع عنده عالي فهذا أشك إنه المريض شنو عنده جماعة الكونجينيتال تايب. اما بالاكواير تايب عاده ما يصير عندنا هذا الاليفيشن مثل الكونجينيتال تايب، لان حقيقه ابو الاكواير تايب عنده الانزيم يشتغل بس قاعد يصير عنده كونسبشن كلش قوي نتيجه التيومر او قلنا كونكتيف تيشو ديزيز. فرضا اذا انا شكيت اكواير كوز وخليت من الهيستوري والاكزامينيشن في التيومر معين، ادز المريض سي تي ام ار اي كومبليت بلاد كاونت حسب الهيستوري والاكزامينيشن. بس فكرة الانفستيجيشن بالأنجيو أديمة أنا أريد أقيس السي 1 استريز انهبيتر إنزيم عالي لو مو عالي. إذا نلقاه نورمال والمريض عنده أنجيو أديمة أفكر بالتايب 2 إنه هذا عنده نورمال ليفل ولكن ما يشتغل الإنزيم. كتريتمنت هذا آخر سلايد، التريتمنت مات الأنجيو أديمة مو نفس التريتمنت مات الأرتكاريا. جماعة الأنجيو أديمة البريدنيزولون الستيرويد والأنتيهستامين have no benefit in الأنجيو أديمة. الأنجيو أديمة first line أول شيء، طبعا أنا ما كاتبة بالتريتمنت هاي السلايد بس ذكرتها بالشرح لكم، أنطي إبنفرين، أدخل المريض للإميرجنسي روم أنطي O2 ونطي injection local injection of إبنفرين. عادة إحنا بالطوارئ ننطي من ربع إلى ثلث السي سي، ننطي انجكشن سبكيوتينيوس انجكشن، وراها ورا ما اسوي الانفستيجيشن اطي للمريض. اذا طلع كونجينيتال اطي الدنازول. الدنازول شنو هذا؟ يعني يعتبر افتر احنا دخلنا للطوارئ وطينا الابنفرين قاعد احدد له علاج على مود يبقى المريض عليه. الدنازول هذا تستوستيرون دراج، اندروجينيك دراج تستوستيرون. لقوا هذا الدراج الى قابليه يعني يسوي ستيمولس للبدي أن يصنع السي 1 استريز انهبيتر اللي الجسم فاقده بجماعة الأنجيو أديمة. الدنازول أول واحد وهسه الجديد مات أخوه الدرج الجديد الدنازول، لأن اثنيناتهم سنتاتيك تستوستيرون. إذا مريض هسه أنا مو مات أبدي له أورال درج وطي دنازول، هذا مريض إميرجنسي شو أسوي؟ أما أطي سي 1 استريز انهبيتر كونسنتريت، يعني المعامل مصنعت لي كونسنتريت من السي 1 استريز انهبيتر، انطي اي في للمريض على مود اعوض له هاي الكميه اللي هو فاقدها من السي 1 استريز انهبيتر. ولكن هذا ما موجود عندنا بالعراق، شنو البديل؟ نعطي فريش فروزن بلازما. الفريش فروزن بلازما هي بها سي 1 استريز انهبيتر، صح راح انطي كل البلازما ولكن ضمنها السي 1 استريز انهبيتر، فهذا يفيدني كإميرجنسي سوليوشن. ثانك يو، المحاضرة خلصت. إذا أحد قبل ما نختم المحاضرة عنده سؤال شيء مو واضح أرجو أن يقول لي أما بصوت يحكي لي أو يكتب لي سؤال. عليكم السلام دكتور. طبعا دكتور اذا كونجينيتال راح تجيك ريكرنت اكيوت اون كرونيك، يعني هو ينطيك دكتور انا سنين، يقول لك دكتور انا سنين كل ما ابلع دواء كل ما اروح اشلع سني يصير عندي الانجيو أديمة. واضح هذا هو كرونيك هيستوري، بس هو كل ما يجي ستيمولاس يصير عنده يسموه اكيوت اون كرونيك. واضح؟ نعم. ايه هو الانجيو أديمة دكتور اذا انت ما عالجتها دخل المريض بانفلاكسس. واضح؟ ايه عفوا دكتور. بالنسبه للدكتور دكتوره فاطمه، بوليسايثيميا روبرا فيرا اسوشيتد وذ اكواجينيك ارتيكاريا ريفرسبل باي تريتمنت
to hyperviscosity or persistent. طبعا انا هاي الامور ما دخلت فيها ضمن الكوزات مات الاكواجينيك ارتكاريا كاكوايرد كوز هو البوليسايتيميا روبرافيرا. اذا نعالج البوليسايتيميا روبرافيرا راح تطيب عند الاكواجينيك ارتكاريا. بس مثل ما هسه بالانجيوديما قسمنا كونجينيتال واكوايرد، ترى الحقيقه بس هذا مو شيء لكم، هذا شيء احنا كاختصاص جلديه. الاكواجينيك ارتكاريا ايضا بها كونجينيتال واكوايرد. الاكوايرد مالتها الموست كومن كوز هو البوليسايتيميا روبرافيرا. فالاكوايرد كوز اذا عالجنا الكوز الطيب الاكواجينيك ارتكاريا. بس عرضت لكم اياها الصور والشرح ركزت على الكونجينيتال لان هي اللي تهمنا. الكونجينيتال ما تطيب لايف لونج. واضح دكتوره فاطمه؟ اكو احد من الاطباء عنده سؤال شيء مو واضح قبل ما نختم المحاضره؟ هاي عشتيك أنا دكتور حسين، بس أنا أرجو أن تبلغ زملائك الباقين يعني خاف ما يدرون. إحنا إن شاء الله المحاضرة الجاية إن شاء الله راح تكون على الأكزيما الدرماتيتس. الحضور بتوجيه من العمادة راح يكون عليه درجة وراح يحاسب يعني اللي ما يحضر. وأكو كويز بالاتفاق وياك ويا باقي الطلاب المرحلة يتحدد وقته، يتحدد اليوم ويتحدد الوقت، لأن الكويز عبارة عن ساعة واحدة يتجاوبن الأسئلة، والأسئلة اللي حضر المحاضرة بسهولة يجاوب حتى بدون قراية. مجرد أشرح هذا شرحناه باللغة العربية كلش واضح يقدر يجاوب، عبارة عن MCQ وكيسات. لو أراويك صورة بمحاضرة الأكني ومحاضرة الأرتكاريا مالت اليوم، وهذا الكويز ويا الحضور راح يكون درجة الفصل الأول عليه. ان شاء الله محاضرتنا الاحد الجاي اكزيما اند درماتايتس، المحاضره راح ترفع على موقع الجامعه خلال يومين ان شاء الله. دكتور عاشتيكم يا امان، مع السلامه. الله يعطيكم دكتور منور. السلام عليكم.